اقدر اعرف ايه القرار اللي سيادتك اصدرته ده؟ عادي جدا، بقى عندنا إدارة مالية وبقى لها مدير. ومين بقى مدير الإدارة المالية؟ ما أنت عارف. ده المساعد بتاعي، حضرتك تعين المساعد بتاعي مدير عليا؟ كل واحد حسب كفاءته يا أستاذ محسن. أفهم من كده إني أنا مش كفء؟ أنت كفء في المكان اللي أنت فيه يا محسن. شكر أوي. استقالتي هتوصلك بعد 5 دقايق. أهلا يا فتحي، أهلا. أنا آسف يا محسن إني جيت من غير معاك. معاد إيه يا راجل؟ بيت بيتك، اتفضل. اقعد يا فتحي. يا منى خلي ماما تعمل شاي. بلاش يا منى، اقعد أنت الذاكرة، أنا مش عايز. منى في تالتة ابتدائي وأكرم في تاني. ربنا يخليهم لك. محسن، أنت كنت بتاخد كام في شركة الحلويات؟ ليه؟ بسأل. يعني كله المرتب بالمكافآت بالحوافز حوالي 650 جنيه. طب كويس. أصل أنا كنت خايف للوظيفة الجديدة اللي أنا جاي لك علشان هيكون مرتبها أقل. مش هتفرق يا فتحي، أنا اتعودت أعيش بأي حاجة. الوظيفة الجديدة مرتبها 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ أيوه. أنت هتمسك الشؤون الإدارية في بنك استثماري. الشغلانة دي شغلانة شريفة؟ مفيش فايدة فيك يا محسن، مفيش فايدة فيك. وعشان مرتبها كبير لازم تكون شغلانة غير شريفة. فتحي، انت امرت ان انا اتفصل من شركة الحلويات مش كده؟ ده حقيقي. ده تصرف انا مش قادر افهمه. اوعى تفتكر ان عايز احملك جنيل. انا مش عايز حاجة منك، انا جاي اخدم واحد صاحبي وبس، وعارف انه يستاهل. الوظيفة دي كان ممكن ياخدها أي حد تاني عديم الكفاءة لمجرد إنه يكون عنده واسطة. أيوة، على الأقل كنت عرضت عليا الموضوع وبعدها أنا حر أوافق أو ما أوافق. ما كنتش هتوافق، مخزون الشعارات اللي جواك كان هيخليك ترفض. وبعدين أعرفك كويس يا محسن، أنت راجل قانون، ترضى بأي حاجة. واحد زيك كان لازم أجبره على إن كل مستقبل أفضل. بالأمر يا فتحي. بالأمر يا محسن. وبعدين الوظيفة موجودة، راح اشوفها، لقيتها غير شريفة سيبها، وأنا مستعد أرجعك شغلك تاني بتليفون. أنا هسيبك دلوقتي. أنا عارف أنت بتسأل أنا بعمل كده ليه. أقسم لك بالله العظيم يا محسن، أنا مش عارف أنا بعمل كده ليه. خلي بالك من نفسك.